تمام يا دكتور. اوكي طيب، ممكن تبتدي التسجيل بقى يوسف من عندك ريكورد. تمام يا دكتور التدريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تكملة للمحاضرة الأولى اللي كنا بدأناها عن الكريتيكال ثينكينج اللي هو جزء من الساينتيفيك ثينكينج، لكن المحاضرات أو الكورس المفروض عن الساينتيفيك ثينكينج بالإضافة طبعا الميثودولوجي. طبعا لما نشوف الساينتيفيك ريسيرش أو ليه خدنا الكريتيكال ثينكينج المرة اللي فاتت المحاضرة الماضية، لأنه في النهاية إحنا بنحتاج نعمل ساينتيفيك ريسيرش اللي هو جزء منه الكريتيكال ثينكينج جزء منه الساينتيفيك ثينكينج، وبنحتاج أيضا الساينتيفيك ميثودز. لكن ممكن جدا الساينتيفيك ثينكينج لوحده مش ضروري تكمل بيه الساينتيفيك ريسيرش سايكل، ولكن هو very important to start the phases of research process اللي هنشوفها النهاردة. انت كطبيب تستخدم scientific thinking كطريقة تفكير، تستخدم critical thinking كطريقة تفكير و implementation، وطبعا في النهاية انت بتعمل برضو ماستر او بي اتش دي، فبتحتاج الساينتفك ميثود. فالثري كومبوننتس دول اللي هو الثينكينج والميثود والكريتيكال ثينكينج دول مطلوبين جدا جدا للساينتفك ريسيرش. والساينتفك ريسيرش له خمسه فيزز هقولهم كمان ده شويه، اللي في مجملها بنقول ده ريسيرش بروسيس. النهارده هتكلم، هو المفروض كان يبقى رقم واحد، بس انا حبيت المره اللي فاتت اتكلم على الكريتيكال ثينكينج كبدايه عشان نبقى عارفين ايه هو مقوماته وايه هو الديفينيشن بتاعه، لان everything is related to critical thinking بما فيه scientific thinking. النهارده يعني هنتكلم على بريفلي خالص، مجرد introduction على scientific thinking. وده الكورس اللي انا المفروض اديه لكم، والمفروض طبعا الوقت ليميتد مش هيسمح لي ان انا ادي كل الاجزاء دي، ولكن هو بيدور حوالين السكيلز ساينتفك ثينكينج سكيلز كريتيكال ثينكينج اند كرياتيفيتي اللي احنا خدناها ان بريف المحاضره اللي فاتت، واللي كان فيها برضو المفروض يبقى فيه بروبلم سولفينج، وبعدين الباقي الكورس اللي ممكن هنتعرض إليه بريف، لأن طبعاً أنتوا الوقت ليميتد، لأنه ده بيحتاج مش ترم واحد، بيحتاج ترمين اتنين. في النهاية بنهاية الكورس ده، سواء بقى أنا هديته محاضرات وأنتوا هتكملوا عليه بـ your own reading، فالمفروض بالنهاية هذا الكورس المفروض بتبقى قادر انك انت apply the steps of scientific method to solve a problem whatever the problem is in your profession في مهنتك, make scientific observations, describe observations, distinguish between positive and negative cognition, distinguish among observations, facts, opinions, inferences, and assumptions. كل ده المفروض لما بتتعلم أو بتاخد الـ foundation أو الـ basics of scientific and critical thinking بتقدر تعمل ده. بالإضافة أنك أنت you can make inference from premises. معطيات عندك ممكن تستشرف بيها يعني بعض الـ predict يعني something else beyond المعطيات اللي معاك اللي هي البريمسز. You can recognize good arguments if you go with some for arguments with someone, you can do it in a professional way.
detect faulty arguments، يعني لو في arguments لكن ما هوش مبني على facts، مش مبني على logic، you can distinguish between good arguments and faulty arguments. والمهم جدا report on how to provide a hypothesis for a given problem in any field of study. زي ما اتفقنا محاضرة أو يمكن هتكلم عليها النهاردة، أي شيء في الدنيا، أي thinking بيبتدي بـ problem، أو وبعدين نسأل سؤال question زي ما هنشوف كمان شوية، ثم نعمل hypothesis. فـ very important how to coin the hypothesis, how to provide the hypothesis for any problem. آخر حاجة analyze information اللي أنت بتجمعها to confirm or reject the hypothesis اللي أنت بتتكلم عنها أو حد عرضها عليك. يعني مش just by your own thinking اللي هو ال instant thinking, no, based on information we analyze the information. ده ال learning outcome اللي المفروض بتتعلمها بنهاية هذا الكورس، سواء المحاضرات اللي أنا بديها أو اللي أنت بتقروها. التريننج يعني أنتوا ممكن تجربوها، أنا طلبت منكم assignment المرة اللي فاتت، طبعا أنا وصلني assignments، ولكن يعني كنت أتمنى أنها تصلني مكتوبة بالكمبيوتر وليس بالإيد، أنا عارف أن وقتكم ضيق عشان الامتحانات. I accept it, it's okay. لكن كنت أتمنى أنها تصلني بالكمبيوتر، مكتوبة بالكمبيوتر. Anyway, المفروض إحنا في خلال الكورس ده، ولكن برضو للأسف مش هنقدر نمارس ده، بس أنا بقول لكم الـ standard way عشان تبقوا عارفين. وطبعا المحاضرة معكم هتعرفوا إيه الـ training method، زي الـ group discussion، زي الـ assignment اللي أنا ادتها لكم المرة اللي فاتت. والمفروض طبعا في أمور كتير لو إحنا بندي المحاضرة in person مش online، زي self reflection and application from a business perspective، البزنس بتاعكم اللي هو البروفيشن بتاعكم. theoretical inputs and presentation، ممكن تفكر في شيء جمع معلومات وتصل إلى hypothesis معينة من input معين، وبعدين تعملها presentation أمام مجموعة، وهكذا. هنيجي بقى أول important slide اللي هي scientific method. احنا قلنا عشان يبقى بنفكر بطريقة scientific وبالscientific thinking وبالcritical ننقد بطريقة scientific أو evaluate بمعنى أصح، حبش كلمة النقد دي، في حالة الساينس احنا evaluate and re-evaluate، ده معنى critical thinking. فلازم في النهاية نعرف ايه هي scientific method، لان scientific method بتحتاج thinking ايا كان بقى يعني critical or not. ولو بصينا على scientific method هنلاقيها بتبتدي بobservation، make observations. What do I see in nature? This can be from one's own experience, thoughts or reading, whatever. من قرايتك، من حاجة أنت شفتها، شفت observation في من خلال القراية بتاعتك في text book، أو وأنت بتفحص tooth، وأنت بتفحص patient ولقيت حاجة ملاش علاقة بالتوث أو بالتيس، فكل دي unusual observation. unusual observation فبتعمل observation و it's very important في life عموما وفي science وفي profession اللي هي scientific profession إنك أنت تعمل observation. لو قدرت تصل إلى new observation you are lucky، لأنها بتسجل باسمك وكأنك لقيت حاجة جديدة ما حدش توصل إليها قبل كده. فموضوع make observation ده is not easy، أحيانا اللاك بيلعب فيه دور، الحظ بيلعب فيه دور،
او التشانس بتلعب فيه دور، لكن لو دورت فور شور هتلاقي فيه اوبزرفيشن مش بالتشانس او باللاك يعني. بعد ما تشوف الميك اوبزرفيشن بتبتدي السايكل بقى التم. Think of interesting questions to يعني analyze the observations دي. فبتسأل سؤال، هو ليه لقيت ان في additional tooth موجودة؟ ليه لقيت ان في inflammation unusual inflammation بعيد عن التوث واسوشيتد مع الديزيز توث ايا كانت الاوبزرفيشن؟ تسال سؤال. وطبعا لما بتكون الاوبزرفيشن نيو بيبقى السؤال نيو او نوفل. بعد كده المرحله رقم 3 بتعمل هايبوثيسز، ان السؤال ده له اكتر من اجابه، لان ممكن تجاوب والاجابه دي تكون حط له إجابة واحدة حتى، بس الإجابة دي ممكن تبقى right أو false. فبتعمل hypothesis وده لها طريقة formulate hypothesis. الhypothesis في النهاية ممكن تبقى rejected أو ممكن تبقى accepted. أوكي. طبعا عشان to accept أو reject الhypothesis بتعمل testable predictions، بتحدد أهداف تاسكات معينة تاسكس عشان to test the hypothesis بتاعتك دي ايا كانت الطريقه التاسك، سواء theoretical او practical. ثم بعد كده بتبتدي gather تعمل تيست في بالطريقه اللي انت حددتها، وبعدين تبتدي gather data to test ال predictions اللي انت حددته ده. ثم بعد ما تطلع بالنتائج ايا كانت بقى يوم يعني النتائج ديت based on lab or based on search في literature، في النهاية بتعمل develop للgeneral theories، نظريات عامة انت اللي هي بتساعدك تقول هل كانت الhypothesis دي could be rejected or accepted. وفي النهاية ده بيؤدي إلى new observation، أو يعني حد بتجاوب على الobservation بتاعك بتأكدها وبتجد التفسير ليها، وممكن تؤدي الى نيو اوبزرفيشن. دي سايكل، عشان كده محطوط في الوسط انك انت عند مرحله معينه لما بتيجي الداتا بتطلع معاك، جازر داتا تو تيست البريدكشنز بتطلع معاك داتا، ممكن جدا ترجع تاني ريفاين التر اكسباند اور ريجكت الهايبوثيسس، اللي هي المرحله رقم 5. ممكن من خلالها اللي هي جازر داتا ممكن عندها تتوقف وممكن تمشي على طول للديفلوب لو انت لاكي والداتا طلع معاك حسب الهايبوس بتاعتك، حسب البريدكشن، حسب الاكسبكتيشن اللي انت كنت عامله في الاول للاجابه على السؤال، اوكي تكمل. لكن ممكن جدا في المرحله اللي قبلها اللي هي الداتا تيست بريدكشن تقدر تعمل ريفاين وتغير من السؤال، تغير من الهايبوسز او توسعها او لا، او ريجكت الهايبوسز خالص خلاص انتهي وتدور على هايبوثيسز تاني. فدي بنسميها البيزس اوف ذا ساينتفك ميثود. دي الطريقه اللي كل الناس في العالم متقدم غير متقدم بيشتغلوا في الميديسن، بيشتغلوا في الساينس، بيشتغلوا في الانجينيرنج بيستخدموها. وعشان كده فيري امبورتنت ان انتوا كاندر جرادويت ستودنتس تبقوا عارفين ان في حاجه اسمها ساينتفك ميثود. لما باجي اشتغل في البحث العلمي ايا كانت البروفيشن بتاعتي المهنه بتاعتي بشتغل بناء على خطوات علميه ستاندردايزد الكل بيتبعها، عشان لما اطلع بنتيجه بقول انا استخدمت الساينتفك ميثود وطلعت بالداتا دي تبقى اكسبتد في الساينتفك كوميونتي. طيب الساينتفك ميثودز في طريق، في اكتر من طريقه هقولها لكم، بس احنا بيهمنا اللي هم في الاكاديميك بروفيشنز طريقتين اتنين، اندكتيف وديدكتيف. طبعا من الاسم زي ما انتم شايفين هم تقريبا عكس بعض. اندكتيف انك انت بتبتدي بobservations يعني قليله او دقيقه او specific وتطلع بجنرال observation. العكس deductive، deductive جاي من deduction، انك انت بتقلل
تبتدي بجنرال اوبزرفيشن وتطلع منها تنزل انك تدرسها 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 لحد ما تخرج منها ب very specific observation. فاحنا عندنا two kinds of scientific methods اللي هما الاندكتيف والديدكتيف. وده نوع من انواع التفكير العلمي طبعا. يعني هو scientific method بتحتاج تفكير علمي لانك بتبتدي بالobservation. الobservation دي اما تتعامل معاها يا اما بتراها inductive او deductive. فلازم تبقوا عارفين two expressions دول. طبعا في three other scientific methods ولكن دي اكتر اثنين احنا بنستخدمهم وواحده منهم اكتر حتى من التاني زي ما هتشوف. طب ايه لو قارنا ما بين الجول بتاع الديدكتيف مقارنه بالاندكتيف هنلاقي الديدكتيف بتنتهي بالريزونينج بتاعها يعني تنتهي بسيرتينيتي لانك انت بتبتدي بجنرال اوبزرفيشن وبتنتهي بسبيسيفيك very specific observation. وهندي أمثلة دلوقتي. عكسها الـ inductive reasoning. أنت بتبتدي very specific different specific observations وتخرج منها بـ general observation اللي هي ممكن يبقى فيها احتمالية probability. يبقى الفرق ما بين الـ deductive والـ inductive هي النهاية أو الجول في الآخر بيبقى certainty في الديدكتيف والبروبابيليتي في الاندكتيف. من ضمن الناس طبعا انا قلت لكم المره اللي فاتت على ثلاثه فيلسوفرز اللي هم الجريك فيلسوفرز اللي هو ابتدوا طبعا ب ارسطو سوري سقراط ثم افلاطون ثم ارسطو. سقراط كان قبله في فلاسفة تانيين بس كانوا بيعتمدوا على اللغة والألفاظ واللي هم المدرسة السوفسطائية يعني. فعشان كده ما كانتش ريليتد قوي بالحياة. جاء بعد كده بقى سقراط عمل يعني امبروف شوية ثم أفلاطون اللي هو تلميذ سقراط ثم أرسطو. أرسطو بقى ده زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ابتدى يربط الفلسفة بالعلوم. فعشان كده هو بيقولوا عليه the father of philosophy of science. قبل كده كانت الفلسفة ملهاش علاقة بالعلوم بطريقة مباشرة أو حتى بطريقة غير مباشرة. أما هذا الرجل هذا الفيلسوف أرسطوتل ده كان بيعلم تلامذته يمشي معاهم المدرسة المشائية في الأكاديمية أكاديمية العلوم في أثينا وكان make observations وكل observation يسأل أسئلة وبعدين يربطها بالobservation اللي هي related لplant معين related للhuman related لانيمال related لجماد اي حاجه او حد بيساله سؤال يربط السؤال بالنيتشر اللي حواليه. فعشان كده هو اول حد ستارت بدا يفكر بطريقه يبقى عنده ستارت ويز ابريمس وبعدين البريمسز دي تؤدي الى سيرتن كونكلوجن. طالما بنقول سيرتن كونكلوجن يبقى كان بيستخدم الايه الديدكتيف وليس الاندكتيف. ده أرسطوتل. هل ده معناه ان قبلهم ما كانش في حد من الحضاره المصريه القديمه او الصينيه او الهنديه او البابليه او الفارسيه؟ لا كان في كان برضو بيفكروا بس يمكن أرسطو اول واحد يدون هذه الاوبزرفيشنز في كتب. صحيح في كتب منها فقدت لكن ما زال موجود بعض الكتب دونت عليه كتب ونقلها لتلامذته وتلامذته نقلوها. فعشان كده لازم أشير لهذا. تاني بقى أرسطو الطريقة بتاعته اللي هي ديدكتيف دي موجودة أكتر من 1000 سنة لأن طبعا ده مولود قبل
حوالي 200 وشوية 250 قبل الميلاد، لحد ما جاء عالم مشهور جدا ومهم جدا اسمه فرانسيس بيكون، وانتوا طبعا عارفين الراجل ده انجليزي في القرن السبعتاشر. يعني شوفوا بقى، قعد تقريبا 1600 سنة الناس ماشية في أوروبا، وحتى في العصر الذهبي للإسلام برضو كان تأثروا جدا بأرسطو، بفلسفة الفلسفة العلمية لأرسطو، وترجموها إلى اللغة العربية. لحد ما جه فرانسيس بيكون ده أول واحد بقى ابتدى يتكلم على الاندكتيف والفرق ما بينها وما بين الديدكتيف، وابتدى يعمل ساينتيفيك ميثود بالطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها في أول سلايد دي. فيعود الفضل لهذا الرجل ان هو أول هو فيلوسوفر، ولكن كان برضو بيربط الفيلوسوفي زي ما اتفقنا بالساينس. والعهود دي كلها كان في العالم الموسوعي حتى أيام الحضارة المصرية القديمة، أيام الحضارة الفرعونية، سوري الحضارة اليونانية، طبعا الفترة ما بعد الحضارة اليونانية ثم الحضارة الرومانية ثم بعد كده حدث نوع من أنواع إن الساينس بقى يعني اللي هو بنسميه عصر الظلمة في أوروبا. ثم ابتدى من أول فرانسيس بيكون وقبله بشوية، ابتدى من القرن الستاشر إن يحدث نهضة محسوسة. يرجع تاني للعالم الموسوعي اللي هو يعرف في الفلسفة ويعرف في الفلك ويعرف في الفيزيكس ويعرف في الطب والآخر. فكان منهم فرانسيس بيكون، وده كان له عمل نقلة نوعية. فده generalize repeatedly observed phenomenon، ده كان دايما الفلسفة بتاعته مبنية على كده. لكن ده لا يمنع ان في اللي كان سبقه لكن مش يعني مش واخد حقه كبير قوي في الكتب الاوروبيه، واستخدم الساينتفك ميثود زي بالعكس قبل فرانسيس بيكون، اللي هو ابن الهيثم اللي هو القرن الثامن الميلادي، يعني اتولد في القرن الحادي في العراق. وده طبعا كان راجل عالم رياضيات، وهو ده بيعتبر الفاذر اوف مودرن ساينتفك ميثودولوجي. اما تقروا عنه هتلاقوا ده كان عبقري، رجل عبقري، وفعلا اكد على ضروره الاكسبيرمنتيشن اللي هي الاكسبيرمنتال داتا وريبروديوسابيليتي اوف ريزلتس اللي هي الساينتفك ميثود، انك انت ميك اوبزرفيشن، you ask a question, you coin or formulate hypothesis, ثم test الhypothesis، ثم يطلع معاك data. كان قبل كده لا، ما فيش بقى حد يعمل إلا أرسطو زي ما قلت لكم، بس برضو ما كانتش ديب قوي زي الفترة دي. كان بيتعمل experiments عشان يؤكد على إجابة السؤال، ومش مرة لا، مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة حتى يتم التجربة النتائج تطلع زي اللي قبلها، اللي هي بنسميها reproducibility of results after experimentation. فلازم نذكر ابن الهيثم. فلما نيجي نقارن بقى فرانسيس بيكون على الشمال وأرسطو على اليمين، كأننا بنقارن ما بين الديدكتيف والإندكتيف. أوكي، فمن generalization إلى specific instance. في حالة الديدكتيف top down بنبتدي بحاجة عامة وبعدين نصل إلى حاجة specific، سهم لتحت. أما في حالة الإندكتيف لا، بنبتدي بحاجة specific أو من تحت وبعدين نطلع إلى حاجة generalized اللي هي bottom up. هنيجي ندي مثال اللي على الديدكتيف ريزونينج اللي هو التفكير الديدكتيف اللي هو الاختزالي، انك انت بتبتدي بحاجه عامه وتنتهي بحاجه سبيسيفيك، اوبزرفيشن عامه وبعدين تطلع منها بحاجه سبيسيفيك. دايما البريميسز ليد تو ا سيرتن كونكلوجن زي ما اتفقنا في الديدكتيف، يؤدي في النهايه الى حاجه سيرتن. اوكي،
اوكي. طب هندي مثال، مثال بسيط خالص يعني، البريمسز المعطيات بتاعته. واحد، all men are mortal، اوكي، كل الرجاله بيموتوا. سقراط از امان، يبقى المفروض الكونكلوجن ايه؟ سقراط از مورتال، اوكي. فده مثال، بما ان اذا all men are mortal and سقراط از امان، therefore الكونكلوجن از سقراط از مورتال. هنا بقى برضو مثال تاني اللي هو للديدكتيف، what things must exist، يعني اللي بيفكر exist، what things must exist. I am thinking، يبقى بما أن what things must exist اللي هي ظاهرة عامة كل الناس بتعملها، لكن أنا بالنسبة لي كمان I am thinking وبالتالي I exist. ده مثال very simple وstraight forward، وبيؤكد انك انت ابتديت من حاجة عامة اللي هو كل بيفكر، وبعدين تنزلها انت بتفكر، وبعدين تنزلها اكتر بالconclusion بقى اللي هي I exist، زيها زي الاولى بالضبط. مثال الثالث اللي هو good students pass exams، ده general observation. بليك، واحد اسمه بليك is a good student، وبالتالي بليك will pass his exam. That's certain. Then he is a good student. مش حاجة probable إنه ممكن or not. No, it's a certain conclusion. فإذا في ال ال في ال أما بقى في ال inductive ال conclusions are drawn from several observations. اللي هو ال inductive. أنت عندك حاجة ملحوظات several observation، كل واحدة ممكن تكون مختلفة عن التانية أو connected معها somehow، ولكن كل واحدة لوحدة تربطهم مع بعض وتجمعهم مع بعض، وبعدين في الآخر تجد علاقة ما بينهم كلهم وتطلع بجنرال observation. عشان كده هنا احنا حاطين الفانل اللي هو start with observations كتيرة جدا جدا، وبعدين تبتدي تجمعهم تمشيهم جوه الفانل بتاعك اللي هو المايند بتاعك، البرين بتاعك، الثينكينج بتاعك، scientific thinking بتاعك، critical thinking، بحيث تقول والله انا عندي observation A و B و C و D و E F و J. اذن في النهاية اللي كلهم بيقول دي بيكملوا بعض زي بالضبط البازل، وبنطلع بالصورة النهائية بتاع البازل لما نحط كل القطع مع بعض. ده الانداكتيف، ان انا ببتدي بحاجة حاجات specific، وبنتهي بحاجة generalized. في المولوكولار بيولوجي لو انتوا عارفين مثلا، او حتى في المرض اللي انتوا لسه ما عملتوش ريسيرش او كده، انت ممكن يكون عندك اوبزرفيشن خدتها من البيشنت او من البيشنت او من البيشنت ده، او من نفس البيشنت خدت عنده اوبزرفيشنز كتير في الفم وفي الهيد وفي النيك وفي الشيتست وهنا وهنا، وبعدين كلهم لقيتهم كونكتد مع بعض وبيدوا اوبزرفيشن عامه لهذا البيشن، او ديفرنت بيشنتس لقيت في اوبزرفيشنز مختلفه، وفي النهايه بيبقى عندك حاجه واحده بتبقى عندهم. يبقى اذا اي حاجه من الحاجات دي تبقى ريليتد للديزيز اللي انت شايفه ده، رغم ان الاوبزرفيشنز مختلفه من واحد لتاني. فدي كلها بنسمها اندكتيف، انك بتبتدي بديفرنت اوبزرفيشنز، وبعدين وسبيسيفيك طبعا مش عامة،
السلام عليكم يوسف. وعليكم السلام يا دكتور. لا الكهرباء كانت فصلت للأسف، معلش. تمام يا دكتور، اتفضل. طيب هعمل شير تاني. تمام. طيب ممكن التسجيل شغال ولا كنت وقفته؟ ايه شغال يا دكتور. اوكي. طيب يبقى في السلايد الأخيرة كنا بنقول الاندكتيف بنبتدي بديفرنت او سيفرال سبيسيفيك اوبزرفيشنز عشان نصل الى سبيسيفيك اوبزرفيشن، لكن طبعا سوري جنرال اوبزرفيشن هنا ما بتبقاش سيرتن، لا بتبقى فيها احتماليه زي الديدكتيف. عشان كده في ايا كان وخاصه الاندكتيف يفضل ان يكون عندك داتا كتير. The more data the greater the probability of the conclusion being true، لان احنا اتفقنا نهايه الاندكتيف الـ probability عكس الـ deductive بيبقى certain certainty. فكون عندك observations كتيرة وعايز تطلع منها بـ general observation، في الحالة دي انت محتاج mini observation mini data، لأن لو عندك 3 dots زي دول انت مش عارف هل هتوصل مثلث ما بينهم ولا دايرة او ايه بالظبط. في الغالب اللي انت شايفه دلوقتي لو عندك 3 data only 3 sets of data فمعناه انه مثلث، لكن لو خدت داتا اكتر لا هتلاقي ان هو مش مثلث هو دايره، وبالتالي الشكل حتى الداتا وتوزيع الداتا اختلف تماما، وبالتالي ممكن يبقى الكونكلوجن مختلف. Very important when you work with scientific thinking based on inductive لازم يبقى عندك الاوبزرفيشن او الداتا كتيرة جدا جدا عكس الديدكتيف، وده عشان كده في تشالنج. ورغم انك بتستخدم داتا كتير وعشان تطلع منها بوان سنجل جنرال اوبزرفيشن، الا ان حتى الاوبزرفيشن النهائيه دي ما بتبقاش شور، لا بتبقى مش سيرتن، لا بيبقى غالب عليها البروبابيلتي انها ممكن تبقى بنسب 50% 70%، لكن عمرها ما هتبقى 100%. ويمكن ده سمة الـ دايما الهايبوثيسز لما تتحول الى ثيري. طبعا انتوا اكيد عارفين الفرق ما بين الهايبوثيسز والثيري. الهايبوثيسز دي فرضية اللي احنا قلنا بتبقى نتيجة الاوبزرفيشن، وبعدين تسأل سؤال وبعدين تعمل هايبوثيسز فرضية تقول والله لو عملنا كذا هنطلع بكذا وكذا، ده ممكن يتم وده ممكن ما يتمش، لكن انت تفترض انه يتم. وعلى فكرة النظريات دايما بتقول يعني بتبقى مستعدة ان هو ما يتمش، وانت بتثبت بقى انه هيتم. ده معظم الهايبوس بهذا الشكل، وبعدين تطلع داتا وبعدين تحلل الداتا وبعدين تفسر الداتا وبعدين تطلع بobservation. اوكي، وبعدين تحول الobservation دي الى نظرية. يبقى إذن الفرق ما بين الهايبوثيسيس والثيري ان الهايبوثيسيس you start with unknown and you test this unknown to get a specific data، والداتا دي تخرج منها تعملها analysis و interpretation وتطلع منها ب conclusion، ودي بتتحول الى ثيري. ثيري تطلع منها قوانين بقى، النظرية تطلع منها قوانين، انما الفرضية لا يمكن تطلع منها قوانين لان هي still unknown we need to be tested. طبعا انت ممكن to test الثيري مرة واثنين وثلاثة، بس المفروض each time you test الثيري هتطلع بنفس النتيجة لان غيرك عملها تيست قبل كده. يعني مثلا النظرية زي بتاع فيثاغورس خلاص بقت نظرية، كانت عنده هايبوثيسز اول ما افترضها
وبعدين لما جرب مره واثنين وثلاثه طلع الداتا وبتاعه في الاخر طلع انها ريبروديوسبل يعني بتطلع كل مره زي الاولى والثانيه. فتحولت الى سيري اللي هي بتدرس كنا بندرسها في الاعدادي ولا مش عارف امتى. وبعدين طلع منها قوانين بقى زي اسحاق نيوتن زي اينشتاين، كل القوانين بتاع الفيزياء ما كانت هايبوثيسز وتحولت الى سيري، والسيري طلع منها قوانين. اوكي، ففيري امبورتنت معاك داتا كتير. وبالتالي يعني الجزء الاول ده هنهي بهذا الموضوع. The sun always rises in the east. هسيبها لكم بقى ده بداية لإندكتيف ولا ديدكتيف، ده assignment. The sun always rises in the east. هل ده general observation ولا very specific observation؟ هل تنفع بداية للديدكتيف thinking ولا الإندكتيف scientific thinking؟ أوكي؟ طيب أنا طبعا اديتكم المرة اللي فاتت الكريتيكال thinking وأعتقد قلناه كويس، وانتوا وديتكم assignment وانتوا يعني لسه هنشوفها ان شاء الله. وانهينا بأهمية او الادفانتج اوف ديفلوبينج كريتيكال ثينكينج. لو ربطتوا المحاضرة الماضية بالمحاضرة دي هتلاقيهم هما الاثنين المفروض بيخدموا بعض كويس جدا، لان اثناء الساينتيفيك ثينكينج سواء بقى بإندكتيف او ديدكتيف هتلاقي ان الكريتيكال ثينكينج مهم جدا عشان تقدر ايفالويت الهايبوثيسيس، ايفالويت الاوبزرفيشنز، ايفالويت الكويشن اللي انت قلته، ايفالويت البروبلم اللي طلعت من الاوبزرفيشن لو في بروبلم، ايفالويت الهايبوثيسيس بتاعتك مره واثنين وثلاثه، ايفالويت الايمز بتاعتك، ايفالويت الداتا اللي هتطلع، ايفالويت الانتربريتيشن بتاعتك، ايفالويت حتى الثيري أو الفاينل observation بتاعتك. إذا in each step of scientific thinking you need to know or to apply critical thinking. لازم يبقى عندك السكيلز دي. اللي احنا قلنا مش مجرد إن هي في البروفيشن أو في الساينس أو لا، ده هي بتفيد في enhance your creativity، وكلنا محتاجين to enhance our creativity. ما نبقاش ناس عاديين حسب ما نفكر بمزاجنا، حسب اللي يجي على بالنا، حسب واحد سمارت او التاني مش سمارت، حد واحد سريع لا. الكريتيكال ثينكينج والساينتفك ثينكينج بيعملوا نورماليزيشن للثينكينج، بحيث لو عندي كلاس في 100 طالب وفي فاريابلز ما بينهم، انديفيدوال فاريابيلتيز ما بينهم، في سرعه التحصيل، في طريقه التفكير، في كم القراءة، في نوع القراءة اللي جايين بيها من الثانوي أو جايين بها من الجامعة أو whatever، وبقوا في كلاس واحدة. إيه الميزة الإديوكيشن إيه؟ أو على العموم الإديوكيشن هي ميزتها أن بتعمل إلى حد كبير normalization للثينكينج بتاع الناس، للstandardization بتاع الستودينز. وعشان كده الكريتيكال ثينكينج والساينتيفيك ثينكينج لما الطلبة بيعرفوه فبالتالي بيبقى فيه common skills ما بينهم، وبالتالي هيبقى الفروقات ما بينهم في طريقة التعامل مع problem معينة، مع case معينة، هتبقى أقل بكتير عن ما كل واحد يشتغل على ال individual skills بتاعته. فده very important. فبتحسن الكرياتيفيتي، enhances creativity، improves relationship زي ما شرحناها المرة اللي فاتت، broad range of cognitive learning زي انك انت بتتعلم حاجات كتير بتبقى فيك وانت you don't know much about it، حاجات موروسة فيك، حاجات built in جوه كيتو career success. اكيد اي حد عايز يتميز لازم يبقى عنده critical thinking و scientific thinking زي ما قلت، بيبقى متميز، lifetime skills بقى مع حياتك كلها. الجزء الثالث بقى اللي هو scientific research and methodology. لو انتوا عايزين، انا مش عايز طبعا انتوا يعني ممكن اقف معاكم لحد هذا وتبقى المحاضرة القادمة عن scientific research and methodology عشان ما اديكوش كم كبير، ده اللي انا افضله. ويبقى النهاردة فقط
الساينتفك ثينكينج اللي هو الاندكتيف والديدكتيف والفرق ما بينهم، وانا الاساينمنت هو ان انتوا تجيبوا لي الثلاث انواع الاخرى من الساينتفك ثينكينج. مش هقولهم، هم كلهم خمسة، اوكي؟ فانا عايز كل واحد فيكم يعمل ديفينيشن للديدكتيف والاندكتيف، وممكن يدي مثال لو امكن، ثم يجيب اسماء الثري اذر ساينتفك ثينكينج ميثود ويقول الديفينيشن بتاعه. واعتقد عندكم سورسز كتير ممكن بكليك تجيبوها، بس ده هيديك فرصه انك انت يبقى طلعت ب النهارده ب what is scientific thinking، ايه انواع scientific thinking. طب which one، ده الassignment او هو assignment واحد بس مقسم يعني الى A و B و C. C اللي هو انك انت yourself الافضل ليك انك تشتغل بالdeductive ولا الinductive، او من واحد من الثلاثة التانيين اللي انتوا زي الabductive ولا اخر. انت تقول حسب بقى طريقه، حسب طريقه تفكيرك، حسب هو المفروض مش طريقه تفكير، هو المفروض based on the type of study, the type of profession, the type of الريسيرش اللي انت بتعمله. يعني يا اما profession مهنه، يا اما ريسيرش، يا اما ال انا قلت ايه، او هم يعني مش هيخرجوا على البروفيشن والريسيرش. فدول الاساينمنت اللي انا طالبها منكم، انك انت ديفاين الاندكتيف، ديفاين الديدكتيف، ديفاين ذا اذر 3 ساينتفك ثينكينج ميثودز، ثم ديفاين ذم، ثم وات اباوت يور اون بريفرابل ساينتفك ميثود بيسد اون يور بروفيشن اور ريسيرش. وشكرا لكم على اليوم، تحياتي. لو في أي سؤال تحت أمركم. شكرا لحضرتك. طيب شكرا جزيلا. لو في أي سؤال برضو ابعته لي على الخاص. تمام إن شاء الله. ابعت لي الريكورد يا يوسف. شكرا جزيلا. تمام. مع السلامة. مع السلامة.